أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أبنائي طلاب الصف الثالث الثانوي، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأحييكم بأجمل تحية هي تحية الإسلام، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سندرس مادة التفسير، الوحدة الثالثة، الدرس الأول، التعريف بسورة آل عمران. أولاً نزول السورة وعدد آياتها. سورة آل عمران مدنية وعدد آياتها 100، نزلت في المدينة المنورة وعدد آياتها 100. ثانياً، أبرز موضوعات السورة: واحد، تقرير حقيقة التوحيد وبناء العقيدة والتأكيد على صدق الرسل وإنجاز الكتب. اثنين، توجيه المسلمين في صراعهم مع أعدائهم ومع النفس. ثلاثة، بيان كيد من يحرص على تفكيك الصف الإسلامي. أربعة، الرد على من ادعى ألوهية عيسى عليه السلام، وبيان أنه عبد الله ورسوله لبني إسرائيل. خمسة، علاج الآثار النفسية لأهالي المسلمين في معركة أحد، وإعطاء الدروس والعبر من النصر والهزيمة. ستة، الدعوة إلى التفكر في خلق الله وأخذ العبر من الآيات في الآفاق وفي الأمر. سبعة، توجيه المؤمن إلى الدعاء الخاشع والإنابة الصادقة. طيب، نشاط واحد بالرجوع إلى أحد مصادر التعلم، دون حديثا في فضائل سورة آل عمران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين. والزهراوين البقرة وآل عمران، الزهراوين هما البقرة وآل عمران. نشاط اثنين، راجع الآيات من 40 ل 74 من هذه السورة، وبين ما يدل على معنى العبارات الآن. العبارة: الله تعالى يؤتي فضله من يشاء. الآية الدالة عليها هي الآية 73 من سورة آل عمران. إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما. الآية الدالة عليها هي الآية 67. الحواريون أنصار عيسى عليه السلام. الآية الدالة عليها هي الآية 52. دعوة أهل الكتاب إلى كلمات سواء. الآية الدالة عليها هي الآية 64. طيب، نأخذ بقى أول حاجة في الدرس تفسير سورة آل عمران من الآية 104 إلى الآية 107. إلى الآية 107. نقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. التمهيد: المجتمع الإسلامي سفينة تسير في بحر الحياة، وتراطمها أمواج الشهوات والشبهات، ولا أمان لأهل هذه السبيلة إلا أن تحتسب الجماعة منهم لتحمل على عاتقها المهمات الآتية: واحد، الدعوة إلى الله والسعي لنشر الإسلام بين الأمم، هذه أولا. ثانيا، الأمر بالمعروف بتعليم الجاهل وتذكير الناس وتقويم عزم الضعيف. ثالثا، النهي عن المنكر بإزالته من قبل من ولاه ولي الأمر ورفع فاعله
ونصر المظلوم والأخذ على يد الظالم. فإن ضيع الناس هذه المهمات فالفرقة والهلاك وخسارة الدنيا وعذاب الآخرة. موضوع الآيات الدعوة إلى فعل الخير والعمل الصالح وجزاؤه عند الله. موضوع الآيات الدعوة إلى فعل الخير والعمل الصالح وجزاؤه عند الله. طيب، معاني بعض الكلمات الصعبة. هنا جايب لك الكلمة معناها، طبعا اربط بين الكلمات التي تحتها خط، التي تحتها خط بالايه؟ بالآيات اللي احنا قرناها وما يخصها من معنى في الجداول في الجدول الآن. أول كلمة الخير، كل ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة من الإنسان والعمل. ثاني كلمة المعروف، ما عرفه الشر وأمر به لحسنه ونفعه. المنكر، ما أنكره الشرع لقبله وضربه. كالذين تفرقوا أي صاروا فرقا وأحزابا مختلفة متنازعة. رحمة الله الجنة. فوائد وأحكام: واحد، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الإسلام، وهذا واجب على كل فرد من الأمة بحسب قدرته واستطاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف منه. 2، بيان أن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله في المجتمع من فروض الكفايات، يعني من قام به البعض سقط عن الآخر، هذه فروض الكفايات. فرض كفاية يعني من قام به البعض سقط عن الآخر. 3، لا فلاح إلا بالقيام بهذه الشعائر العظيمة، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4، النهي عن الافتراق في الدين وتكوين الجماعات والأحزاب التي تمثل جسد الأمة وتقضي على وحدتها. 5، بيان أن النزاع والافتراق والبعد عن الجماعة يؤدي إلى الخروج من الدين والكفر بعد الإيمان. 6، يوم القيامة يلاقي كل فرد جزاءه بالعدل، فتبيض وجوه المستمسكين بحبل الله الحريصين على جماعة المسلمين، وتسود وجوه أهل البدع والأهواء والاختراع. 7، أن قوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم، فيه تنبيه إلى أن المؤمن قد يكفر بعد إيمانه، فليحذر من أسباب جزائه. 8، أن قوله تعالى: وأولئك لهم عذاب عظيم، فيه بيان أن التفرق سبب العذاب العظيم في الآخرة وتجري للمؤمنين عنه. هذا ملخص الدرس، يعني هذا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.